اشتقتوا لي يا الوسخين. واتس اب اهلا اخباركم شو مسوين؟ اشتقت لكم، ادري في كل مقطع اقول اشتقت لكم بس جد اشتقت لكم، منسحب عليكم من زمان. المهم زي ما شفتوا بدايه المقطع اعلان وزي كذا، صرت استقبل الاعلانات او عرض المنتجات، اللي بايع اللي عندي ولا يعرض منتج تلاقون الايميل هنا تواصلوا معي. يب خلوكم من ذاك الله، نزلت صورة في الانستغرام وكتبت تحدوني، تحديتوني، ونص التحديات اصلا ما ادري كيف جاية، نص التحديات تخبن زي كانكم حاقدين عليه وكانكم تبي تموتوني. المهم زي واحد يقول حركب على نفسك بنزين وولع نفسك، ايش بخلي 20 تحدي في مقطع واحد، فما اتوقع انه يمدي الوقت طويل مرة، فخليتها 10 تحديات، فاخترت التحديات السهلة بالنسبة لي، اتوقع انها سهلة ما ادري والله بتشوفون انتم. المهم اشتقت لكم جد والله اشتقت لكم، خليكم من ذا جد اشتقت لكم، هذه رجع ان شاء الله، واوعدكم الحين من جد ان كل اسبوع كل فتره كذا مقطع، فان شاء الله باذن الله، لان الحين قاعد ارتب وضعي، فخليكم من ذا كله ونبدا بالتحديات ولا شلون؟ دقيقه اوكي دي لا دقيقه بوم. اول تحدي، في ناس تقول ان البيض الني زين تشربه او شيء زي كذا، واحد حداني اني اشربه مع اشياء ثانيه تلاقون الكومنت هنا، فانا ما ابي اتهور واجيب العيد في نفسي يعني بعد المقطع اروح المستشفى ولا شيء زي كذا، خليه على بيض الني بس بشربه وان شاء الله يطلع طعمه كويس. يب اوي انا الصوت يخرج يا الزبدة يا والله يا وش ذا البياض يا الزبدة. المهم فاك ليتس دو ذس، زبدة طعمه كذا تحس انه صوص دجاج والله جد. المهم لا والله طعمه كويس. اول تحدي تم، ثاني تحدي يقول لك كل ليمون بقشرتها ف يلا بسم الله بنكسر التقويم هما والله جد ايش فيها ذي؟ نجرب واحدة ثانية دقيقة. فاك كسر التقويم. هذه بدايتها الزبدة. بعد توني شارب بيض ني مع ليمون. ثاني تحدي تم، لا ما تم، نص تم. المهم اعتبر فايز، قاعد لين نص ساعة وانكسر التقويم وعضعض فيه، واخر شيء ما ينعض ما ينأكل ما ينعض ما ينأكل، وش اسوي يعني؟ ثالث تحدي يقول لك حط لبن مع بيبسي. بسم الله ابوي انا يا الغازات كملي منقطع عنها، زد نص بنص فلبن بيبسي نص نص. اقسم بالله احس ان الطعم بيجيني مغص، بيجيني احس بيجيني بواسير جد والله، ما يحتاج اشرب كامل صح؟ زبدة تحدي مدري كم، يقول لك واحد يقول كل موز بقشرة، ايش فيكم مع القشرة؟ الموز مفيد. في تقويم، في من تقويم تحت طاح. بطني فيها شد عضلي تم. يقول لي واحد تحتاج تشرب عصير طماطم شيء زي كذا.
واحدة من التحديات يقول لك شوف كم مصاصة تحطها ببامك او شي زي كذا. احس شكلي غبي وانتو تبون تشوفون شكلي. انا اقدر ما اقدر ثمانية. واحدة من التحديات يقول ابغى اشوفك تسوي تشابي باني. تحدي تشابي باني، اظن انك كذا تحط واحدة ببامك تقول تشابي باني على بامك زي كذا شيء. تشابي باني كيك. تم آخر تحدي. يقول لك حط طحينة في صحن وحط مفتاح وطلع فمك. يلا عاد فتح. بسم الله يا رحمن. اذا حابين الفكره حقت التحديات او انزل تحديات وشي زي كذا اكتبوا لي في الكومنت. وصلنا لنهايه المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك وحاولوا توصلون للمقطع ذا اكثر لايكات او شي زي كذا، او لايكات كثيره او شي زي كذا. ابي استانس يا اخي والله جد، بيوم راح اسميكم جميليني، ما احب اقول متابعيني، يا جميليني احبكم. او مقطع جديد اشتقتوا لي يا الوسخين.